بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 15 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الثالثة من الهجرة أيضا ولد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبكر فاطمة ابنة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي عنها. وفاطمة هي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن على الترتيب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وكانت أحبهن إليه وأشبههن به. وسيأتي بعد قليل فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بها علي بعد غزوة بدر. يقول: خطبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لي لعلي: هل علمت أن فاطمة خطبت من رسول الله؟ قال: فقلت لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك بها؟ فقال لها: أو عندي شيء أتزوج به؟ هذا أيها الإخوة علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المبشرين بالجنة، وأبو الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وزوج فاطمة. قال عنه الإمام الحافظ بن حجر: ولم يكن في زمانه رضي الله عنه أيام خلافته، ولم يكن باتفاق المسلمين على وجه الأرض خير منه. وهو الآن يقول: أو معي شيء حتى أتزوج. فقالت له: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. فما زالت بي ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والله ما هو إلا أن جلست بين يديه فأفحمت، ما عاد استطاع أن يتكلم هيبة لرسول الله وحياء منه. فقال له بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرحيم الشفيق بهذه الأمة، نظر إليه فقال: ألك حاجة يا علي؟ قال: فسكت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: فقلت نعم. قال: هل من شيء معك فتستحلها به؟ فقلت لا، والله يا رسول الله ما أملك شيئا. فقال له: فأين درعك الخطمية التي سلحتك بها؟ انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لعلي ثم أخذها لابنته فاطمة مهرا. يقول علي رضي الله عنه: فوالذي نفس علي بيده، إنها لخطمية. وخطمية الدرع تنسب إلى جماعة من قبيلة عبد قيس، كانوا مشهورين بصناعة هذه الدروع. يقول رضي الله عنه: فوالذي نفس علي بيده، إنها لحطمية ما قيمتها 4 دراهم. 4 دراهم أيها الإخوة. تزوج علي بن أبي طالب ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت هي عندي. قال: قد زوجتكها. فبعث إليها بها فاستحلها بها رضي الله عنه. يقول علي: فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسمح لي بالدخول بها. قال: أعطيها شيئا. انظروا إلى السهولة واليسر والتخفيف على الناس. ولذلك كان الزواج مباركا، فإن الناس ما كانت تنظر إلى الدنيا ولا تطمع في مال الناس ولا في حسبهم ولا في نسبهم، وإنما بشيء مما يستطيعه الخاطب إذا رضي دينه. والله لو كان في زيادة المهر خير لكانت أولى به بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس لما قل الإيمان عند كثيرين منهم طغت الدنيا ودخلت قلوبهم، فصاروا يباهون بالمهر، ويباهون بالذهب، ويباهون بمكان إقامة الزواج، ويباهون بالحضور، ويباهون بما يلبسون، ثم لا يكاد هذا الزواج يبقى أشهر حتى ينتهي ويخرب ويفسد. لأن هذه الأمور دخلت فيها الدنيا، دخل فيها الحسد، دخل فيها التفاخر بشيء ليس من أسباب ولا من أعمدة بقاء الأسر. يقول: فأعطيتها ثم دخلت عليها. فما هو الجهاز أو الجهاز؟ تجهزت رضي الله عنها وأرضاها بأقل ما يتجهز به أو تتجهز به من أرادت الزواج. كان جهازها قطيفة وقربة، قربة ماء، وقطيفة من الخمائل والقماش، ووسادة من جلد، من جلد مدبوغ داخلها ليف أو داخلها نبات الإذخر لأن رائحته كانت زكية. لا إله إلا الله. هذا هو جهاز سيدة نساء العالمين كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فاطمة في الصحيح: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي الحديث الآخر قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ما خلا ابناء الخالة يحيى وعيسى، ومريم سيدة نساء الجنة خلا أو ما خلا مريم ابنة عمران.
أرأيتم؟ يقول لها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ أرأيتم هذا المقام العظيم؟ قطعة منه. قال: هي بضعة مني يغضبني ما يغضبها. ومع ذلك أيها الإخوة، فقد كانت هي التي تحمل القمح أو الحب، وهي التي تطحنه بالرحى، وهي التي تخبز خبزها وتقوم على تربية أولادها، ولم يكن لها أحد يخدمها. فلما تعبت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي تشقق يديها رضي الله عنها وأرضاها، لا إله إلا الله. فقال لها قدوتها وقدوتنا وإمامها وإمامنا رحمة الله بهذه الأمة، وهو القادر على أن يعطيها ما شاءت، لكنه بيت النبوة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تأملوا أيها الإخوة، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 34 إذا أخذت مضجعك. وتأملوا أيها الإخوة، لم يدلها على الدعاء وقت الحاجة. لماذا؟ قالوا، قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها ما كان له من إيثار الفقر والصبر على هذه الدنيا، وإلا لقال ادعي الله، وإنما ذهب بها إلى الذكر لتكون مثله، فتصبر في هذه الدنيا. ولذلك من الأدلة على فضلها على بقية أخواتها، وكلهن رضي الله عنهن فاضلات شريفات صالحات، لكنهن متن في عهده صلى الله عليه وسلم فكن في صحيفته. وأما فاطمة فمات أبوها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدها، فأصيبت فيه، فصبرها على فقده كان في ميزان حسناتها. رزقت بالحسن ثم الحسين ثم محسن ثم أم كلثوم، وسيأتينا إن شاء الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.